الشرقية من ريف القصير وتحديدا من بلدة البويضة الشرقية والزميلة ليندا مشلب. وسقطت آخر ورقة للمسلحين على جبهة البويضة الشرقية. هذا أحد الأنفاق في البويضة الشرقية التي غادرها المسلحون منذ ساعات فقط، وهنا يبدو التخزين، يبدو حجم التخزين هنا. هذا النفق موصول بنفق آخر. ما تقرب بركي في الرغم. تحت الأرض أيضا من طريقة حفر هذا النفق يبدو أنها أدوات أو معدات يدوية، وأيضا هناك في هذا النفق هناك إمدادات كهربائية إلى الداخل، وهو نفق كبير وعمقه يعني تحت الأرض هناك 6 إلى 7 أمتار. كما عثر في البويضة الشرقية على أسلحة وقذائف مضادة للدروع والدبابات وحشوات وصواريخ إسرائيلية وأمريكية الصنع وصواريخ حرارية وألغام مضادة للدبابات وذخيرة وقناصات وقذائف تحمل مواد كيميائية وعليها كتابات باللغة العبرية. البويضة لحقت بحبات العقد جاراتها المحررات المسعودية الصالحية الضبعة لتضع في آخر أيام معارك القصير حجر الرحى لمشهد هز العالم وحرك كل قنواته الأمنية والعسكرية والسياسية والتحليلية. ومن مخلفات المسلحين نكتشف ونكشف أنفاق لا حدود لها وذخيرة تغني السؤال المفترض: من أين لك هذا؟ إذن في أحد هذه المنازل في أقصى شمال القصير تم العثور، وفي هذه الأثناء أثناء التمشيط تمشيط قوات الجيش العربي السوري تم العثور على مجموعة قذائف وعبوات ناسفة تم تصنيعها يدويا. بدك تخبرنا شوي، يعني مثل ما شايفين أنه فراغات وكأنها معباية داخل معامل، خبرنا عنهم شوي. أنا رح أجرب انتبه لحتى هاي بعض الفراغيات اللي استخدمها الإرهابيين وتم تعبئتها يدويا لاستخدامها ضد الجيش العربي السوري. تم تعبئتها. فيك تقلنا شوي شو هاي فراغيات 57؟ لحظة خليني أبرم بس نعمل. هاي فراغيات 57. هاي فراغيات لقذائف الدبابات. هاي قذائف هاون. وهي تي ان تي. يعني أجرب استخدام اللاصق مشان مساعدة. يعني عم نشوف قسط المي، عم نشوف هيدي جرة عبوات ناسفة يدوية. طب هيدي شو كلفتها وكيف كانوا؟ بدها مهارات عالية، بدها خبرات خارجية لحتى يقوموا باستخدامها وتعبئتها. والمواد الأولية اللي بيحتاجوها من وين؟ موجودة كلور، تي ان تي، سي فور، عم يقوموا بإدخالها عن طريق معابر غير شرعية. هذا أيضا نفق آخر في أحد المنازل المجاورة في أقصى الحي الشمالي لمدينة القصير، ويبدو أن هذا النفق أيضا كان يستعمل كمخبأ للأسلحة. أيضا سنحاول النزول. هذا النفق هنا كان يبدو أنه كان يستعمل أيضا للمنامة، جهزة للمنامة وللاختباء وتجهيز اسمنتي. حضرة الملازم إذا بتخبرنا كمان هذا كمان نفق أو مخبأ أسلحة، مخزن الأسلحة كمان مجهز تجهيز عالي اسمنتي ضد الضربات. هذا كمان من صنعهم؟ هذا من صنعهم، كله صنع يدوي. ليك كله صنع يدوي، هذا كله صنع يدوي، حفر يدوي بواسطة المخطوفين. كان يستغل المخطوفين ويقوموا بحفر هاي، ومجهز بمخرج على بيت ثاني كمان، على بيت آخر مشان انتقال من منزل لمنزل. هذا في حديد. في حديد 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 حديد. اسمنتي. ضد المدفعية وضد. مجهز تجهيز عالي ضد المدفعية. طب المواد الأولية أيضا لهذا الأسمنت إنه من وين كانوا؟ إنه عم نشوف كتير أشياء منه. تعرف الإرهابيين سطوا على معامل كتير للدولة وعلى معامل اللي كانت تستفيد منها الشعب
معامل خاصة ومعامل للدولة، واستخدموا المواد الأولية تبعت المعامل ببناء الملاجئ والأنفاق. ولمن يقول أن المعارضة المسلحة هي نتاج الثورة ترد عليه الصورة، ماذا كانت تفعل جبهة النصرة منذ سنتين في مدينة القصير؟ أحد جنود جبهة النصرة لأهل الشام بسيارته المفخخة حاجز شركس بعملية استشهادية بطولية مصداقا للعهد الذي قطناه على أنفسنا بالرد على القصف بالنسف وإذانا ببداية نهاية هذه العصابة الطاغوتية في بلاد الشام عامة وفي مدينة القصير خاصة. قام بفضل الله تعالى وحمده أحد جنود جبهة النصرة لأهل الشام بدك أكبر تجمع للجيش في مدينة القصير وهو ثكنة المشتل العسكرية. كل هذه ما يؤكد أن الجبهة النصرة كانت منذ عامين هنا، وهذا الملصق هناك العملية الاستشهادية كانت بتاريخ 2012 وهنا بتاريخ 2013 1/2012/1/2013، يعني أنه منذ عامين وجبهة النصرة هنا تتغلغل وتتحصن وتقوم بالعمليات، تتقدم تقوم بالعمليات الانتحارية وتقتحم الخطوط الدفاعية للجيش السوري ومن ثم تعود إلى المعاقل والتحصينات التي بنتها هنا إن كان فوق الأرض أو تحت الأرض. الآن نستطيع القول خلصت في القصير وشدت سوريا خاصرتها وقلبت المعادلة، فما بعد القصير بالتأكيد لن يكون كما قبلها. بسام عوض، ليندا مشلب، أن بأن.